هذه العوالم اللي حقيقة كل ما تشوفها ما تمل منها، ما تشبع منها. صحيح احنا كل احنا عراقيين، والعراقي دائما نقول عليه ابو الغيرة، لكن الغيرة اللي موجودة بالتظاهرات وبساحة التحرير هي غيرة عراقية، لكن غيرة عراقية بإطار خاص بشكل متجدد. الشعوب كلها تطلع تظاهرات، تشوفون بالتلفزيونات، تشوفون بالإعلام، لكن شعب وتظاهرات شعب بهذا الشكل غير مألوفة. يطلع للتظاهرات يجيب أمه وياه، يجيب أمه تركب، ويطلع بالتظاهرات يجيب أخوه يطبخ. يعني أنا بعض الأحيان ما عندي قدرة وما عندي إمكانية أنه أقدر أعلق على صور، لأنه فعلا تحتاج إلى لغة، وتحتاج إلى إيقاعات، وتحتاج إلى 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 رؤية أن تكون بمستوى الشباب. هذا الصورة الآن اللي يشوفوها الولد شلون يركبون، وشلون ينطون لأهلهم، وشلون أكو حركة، وأكو خلية نحل تعمل بشكل. أنا ما أدري شلون أنت تراهن على وليدات وعلى شباب عنده قونية طحين ببيته، يجر قونية الطحين يجيبها ويقول للأمة، يقول لها تعاي وياي، تعاي ركبي وتعاي طبخي. مرات أنا ما أتحدث عن قصص ألف ليلة وليلة، ولا أتحدث عن خيال، أنا أتحدث عن واقع. هذا الواقع جميل نفتخر به إحنا كعراقيين، وهذا الواقع صادم بالنسبة للفاسدين وبالنسبة للحكومات اللي راهنت على أن تقمع الثورة وتقمع التظاهرات. الآن أنا من أفوت إلى هذا المكان ذني خواتنا وذني أمهاتنا، يمكن هاي الصور ما يعني أنا أقول ما أقدر أعبر عنها وما أقدر أسولف بيها، لكن شوفوا اللي دا يصير الآن، شوفوا اللي يصير الآن. هذا اللي قدامكم يسون الخواتهم، اجن ويا ولدهن، اجن محزمات. هاي الثمرة العراقية، هذا الزمن العراقي الجميل.